السلام عليكم خوتي، إن شاء الله تكونوا لاباس. قبل بداية الفيديو نصلي حبيب مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عندنا اليوم اي دروب عملة تندر بي ام بي بوت، هو اي دروب ولكن بوت لأن العملة موجودة. أول شيء كما تلاحظوا تأتينا هذه الواجهة، نأتي إلى هنا نضغط continuer ou non. Alors on a continué. بعد ذلك ننزل أسفل، يعطينا 10,000 قطعة من هذه العملة. بعد ذلك ننزل نضغط على تويتر كما تلاحظوا هنا تويتر، ثم بندق جروب. إذا ضغطنا على تويتر هكذا تفتح هذه القائمة، ننزل أسفل نضغط هنا على تويتر باش لكن نعاود نفهمكم هنا باش لكي لا ما تغلطوش في هذه الطريقه كيف يعني تعمل تويتر وريتويتر ودير بيندكس، يعني تضيف الاصدقاء وتنشر التغريده تاعك. اذا دخلنا لهنا ما تروحش ريتويتر هنا، تروح لهنايا عليك هنا في هذه الريتويتر هنا. هذا أول شيء. دير هنا فولو باش فولو كما تشاهدوا، تروح لهنايا نعود لكم لهنايا فولو متابعة هنا، تضغط هنا متابعة. بعد ذلك يطلب منك إضافة 5 أصدقاء وتنشر تغريدة هنا هكذا، تضغط تأتيك هكذا، تكتب شيء تحفيزي، تضيف 5 أصدقاء وتكتب هذا الهاشتاغ، هاشتاغ تكتبه. هذا الهاشتاغ هذا متنساوش تكتبوه تضيفو. ولكي تنشر هذه التغريدة كما قلت لكم واش دير، تروح لهنايا تضغط هنايا مثلا اني لو تويتر، كي تضغط عليها تضغط في الاسفل كري لو تويتر هكذا، وتضيف تكتب الهاشتاغ هنا وتضغط ريتويتر كما تلاحظوا لهنايا. كي دير الطريقه هذه هنا واش تبان لك، تظهر لك ما يظهر لكش عدد تويتر عدد الذين قاموا بريتويتر. هذه اول شيء كما تلاحظوها كلهم ما كاش لي بصح. اذا ما درتش واش قلت لك انايا راك ترفض التغريده تاع الموقع تاع الموقع، راك تضيف على الحساب تاعك وهنا ما يفيدك حتى شيء، لانه كاين بعض الاصدقاء يقوم بعمل يعمل اي دروب لكن يغلط، يروح مثلا ينشر ديرك لهنا في تويتر، يضغط هنا فقط هنا وينشر، كي ينشر لهنايا تخرج التغريده تاع الموقع، تاتيك هذه التغريده اللي راكم تشوفوا فيها لهنايا فيها 1515. بصح اذا مثلا ضغطت ورحت لهنايا درت التغريده تاعك وأضفت أصدقاء وما كدير أوكي، هنا راك درت تغريدة لنفسك، أنت درت تغريدة على الصفحة تاعك، حتى ولو يطلب منك الرابط يعرف بلي أنت اللي درت التغريدة. بس إذا أنت رحت ديريكت ودرت تويتر لهنايا وأضفت أصدقاء راك راح ترفع تغريدة تاع الموقع. فهمتوا خاوتي؟ هكذا طولت عليكم شوية باش تفهموا. كاين ناس اللي تعمل على الأي دروب وما يعرفش كيفاش ينشر التغريدة،
وبعد نهاية الاي دروب اشوف العملة ما وصلتش، ما كيقول لك بلي هذا الاي دروب خاطئ وكذا من هنايا وكيفاش ما وصلتناش. صح كاين اي دروبات نصابة، بصح واش نحكي لك يعني بمختصر مفيد، لازم تبع هذه الطريقة باش توصلك. اذا كان الاي دروب حقيقي وغير نصاب توصلك العملة، واذا غلط درت له انت تغريدة في التغريدة رفعتها درت على الحساب تاعك ما يوصلك والو. اذا نكملوا، بعد ذلك نضغط هنا تاسك تويتر، تاسك تويتر نكست، ومن بعد ذلك يطلب منك اسم تويتر تاعك تضيفه، تكتب اسم تويتر هنا تضع، وبعد ذلك هنا يأكد جوان جروب شانل، تضغط هنا جروب سبسكرايب نكست، بعد يطلب منك اسم تاع التليجرام تاعك ترسل التليجرام تاعك، بعد يطلب منك المحفظة تروح ديريكت تريست والات، هادي باش تريست والات تضغط هنا هكذا وتضغط هنا او هنا، هي نفسها كي هادي كي هادي، ترفد رابط المحفظة تاعك وتضيفه هنا وتضغط اوكي. بعد ذلك تأتي المعلومات كاملة تاعك كيما راهي، وماك تضغط كونفيرم، وبعدها كي تضغط كونفيرم تأتيك هذه الصفحة وتأتيك هذه، يقول لك بلي صاي راهي وصل راهي عندك العملة، وتنتظر السحب. السحب يكون 20 سبتمبر، عشرين سبتمبر، والريفيرال والإحالات اللي ربحتها 24 سبتمبر تجدها على المحفظة تاعك، يعني 20 سبتمبر تأتيك العملة اللي ربحتها من الاي دروب، و24 سبتمبر تلتحق الإحالات الأخرى. دوك نديرو هنا ترجمة باش نتوما تقراو وتفهموا مليح. للمطالب بمكافأة الإحالة، متطلبات المكافأة الإحالة، مكافأة الإحالة 20 أو أكثر من إحالة، مطالبة المكافأة إحالة 20 أو أكثر من إحالة عندما تصل إلى المتطلبات، يرجى النقر فوق سحب الطلب لملء نموذج الطلب، استبعاد الروبوت والبريد العشوائي. آخر موعد للتقديم هو 18/7 بتوقيت غرينتش يوم 20 سبتمبر، سيتم التحقق من رموز الإحالة المكتسبة من الآي دروب وإرسالها في تمام 7 بتوقيت غرينتش 24 سبتمبر. يعني كما قلت لكم الاي دروب تاعك يوصل لك 20 والإحالة توصل ل 24، يقول لك هنا المكافأة الإحالة يعني إحالة فما فوق حتى ال 20 إحالة. هكذا خاوتي، والعملة باش نشوفوا هاي العملة شحال راهي دير، ليكون في علمكم ان الايام هذه راهي العملات راهي في نزول كثيف، ماشي غير العملة هذه، كاين بزاف العملات راهي نازلة. العملة كما راكم تشوفوا تساوي 0.5841، هذه راهي كانت نازلة راهي في نزول، اسمها يأتي الايام ان شاء الله المقبلة. المهم العملة هذه مليحة، انصحكم تشاركوا تعملوا عليها، اي دروب مجاني، ما تدفع حتى فلس من جيبك ولا يطلب عليك مثلا شراء التوكن هذا. كان هذا الشرح خاوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.